أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأنا في بعض كتب الغربيين الذين ذهبوا إلى القمر أنهم رأوا آثار انشقاق القمر، والسؤال: هل يستأنس بقول من قال من هؤلاء على ترجيح قول المفسرين الذين ذهبوا إلى أن الانشقاق كان حقيقيا؟ ما أنهم يرون أثر انشقاق القمر فلا أدري، أنا أشك في وصولهم، فكيف بأنهم رأوا آثار انشقاق القمر؟ هذه أمور ما نبحث فيها ولا ندخل فيها. نعم.